تاني سؤال ان هم في يوم في طواف الوداع طافوا، وان هو اخويا اساسا من ساكن الرياض، فهو ما روحوا في منطقه اسمها العزيزيه بعد ما طافوا، بس نام عشان يقدر يسوق. فبيقولوا سمعنا ان هم عليهم هدي او صيام، ده صح ولا نام بات يعني ولا نام ساعه ساعتين؟ هم نام شويه لغايه ما استريحوا، مشوا تقريبا في الفجر، يعني هم كان الزحام جامد جدا، وهي كانت شقه واخدينها في منطقه العزيزيه، فراحوا العزيزيه ونام عشان يقدر يسوق، وما يعني طفش تاني وروح. بس عفوا يعني نام ساعه ساعتين ثلاثه ام بات؟ مش عارفه اذا كان ناموا ولا باتوا الليله، مش عارفه. على كل حال اذا اضطروا الى ذلك لازدحام المواصلات او للعجز عن المسير فلا شيء عليهم، والله اعلم.